وتكلمنا أيضا وأعيدها لأنها مهمة، تكلمنا على أولئك الذين يذهبون إلى مكة بقصد العمرة، ونعم ما قصدوا، لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهي أي كونها أعني كونها تعدل حجة في عهد الرسول وغيره. قلت ذلك يا إخواني لأن المسألة ما هي مسألة اتفاق بين العلماء، يعني لم يتفق العلماء على أن العمرة في رمضان تعدل الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها امرأة تخلفت عن حجها معه، فقال لها عمرة في رمضان تعدل الحجة، وفي لفظ معي، يعني معناها أنك إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت معي. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث خاص بتلك المرأة مو عام الأمة، لكن الجمهور الذين رأيناهم تكلموا على الحديث يرون أنه عام. فأقول العمرة في رمضان سنة، لكن الناس يخطئون، يخطئون فيها في أشياء نذكر منها. أولا، بعضهم يأخذ عمرة لنفسه أول ما يقضي، وإذا بقي يومين أو ثلاثة خرج إلى التنعيم وأخذ عمرة ثانية لمن؟ لأم. وإذا بقي يومين أو ثلاثة أخذ عمرة ثالثة لمن؟ لأبي. وإذا أخذ يومين أو ثلاثة أخذ عمرة رابعة لمن؟ لجدته وهلم جر. وربما أخذ بعضهم عمرتين في اليوم، وتجد رأسه أصلع قد حلقه في أول مرة ثم يعتمد، وش يبقى للعمرة الثانية؟ نعم، لا شيء إلا شيئا واحدا منكرا. رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما، حلق النصف أبيض ما في شعر والثاني في شعر كثير. فقلت له لماذا؟ قال هذا الذي حلقته لعمرة أمس وهذا لعمرة اليوم. نعم، وعلى قياس قوله لو أراد أن يعتمر أربع مرات حلق الربع، نعم، والثاني الربع الثاني والثالث الربع الثالث والرابع الرأس كله. كل هذا من الغلط، وسببه حب الناس للخير لكن جهلهم بالشريعة. ومعلوم يا إخوان أن العبادة لا بد لها من شرطين أساسيين هما الإخلاص والمتابعة. هل هم أحرص على الخير من الصحابة؟ لا والله هو أحرص، ليسوا بأحرص، وليسوا أعلم بشريعة الله من الصحابة، فليأتوا بحديث واحد على أن الصحابة كرروا العمرة في رمضان ولا في غير رمضان أيضا. إذا أتوا بحثنا، أما والمسألة ما فيها أي حرف لا صحيح ولا ضعيف يدل على أن الصحابة يكررون العمرة في رمضان أو غيره، إذا حل الإنسان من عمرة في هذا خرج إلى التنعيم وآتى بعمرة أخرى. حتى قال عطاء رحمه الله وهو فقيه أهل مكة، قال لا أتي هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم فيأتون بعمرة لا أدري أيأتمون أم يؤجرون. ما أدري هم يأتمون أو يؤجرون، يعني كان ما لهم أجر إلا التعب والعياذ بالله، لأنهم على غير شريعة.